السلام عليكم، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في قناة فكرة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم وأحوالكم مشاهدي الكرام. في هذه الحلقة سأقدم لكم 4 برامج لتصوير سطح المكتب. من بين هذه البرامج كما نرى برنامج فري سكرين ريكورد، كامتازيا ستوديو، فاست ديسكتوب، أفي إس فيديو ستوديو. أولا سنقوم بتثبيت فري سكرين ريكورد. هذا هو البرنامج، كيف يستعمال؟ نختار فول سكرين لاختيار الشاشة كاملة. هذه بعض الاختيارات، هذا لحذف الماوس، هذا لإظهاره، لإظهار دائرة يعني حول الماوس، كذلك يعني خيارات أخرى، جعل دائرة مربع وتغيير ألوان هذه الدائرة. فقط اختيارات غير ضرورية لمن يريد فقط الزخرفة وغير ذلك. وأيضا هنا لاختيار الماوس، شكل الماوس وغير ذلك من الاختيارات، مثلا هكذا. هنا قد بدأنا للتو التسجيل، الآن يسجل. سنقوم ب ضغط على هذا المربع سنقوم بحفظ الفيديو. لا أعلم لماذا هذا المشكل. المهم هو برنامج شغال في الحقيقة. أظن أن المشكل من عند الكمبيوتر عندي لأنه ممتلئ. برنامج الثاني هو برنامج كامتازيا، لن أشرح كيفية العمل به لأنه برنامج شاسع، وهو برنامج لتصوير الشاشة. هو كامتازيا هو يعني هذه أيقونة برنامج لتسجيل الشاشة، ويعني برنامج كبير جدا، برنامج كامتازيا ستوديو. يعني هذا برنامج فاست ديسكتوب ريكورد، بإمكاني اختيار يعني نافذة لتصويرها فقط أو باختيار كما تريد، فول سكرين لاختيار الشاشة كلها وغير ذلك. البرنامج الآخر هو AVS Video Editor، هذا أيضا برنامج للمونتاج، وكذلك فيه أداة لتصوير الشاشة، وكذلك أداة للتصوير من الكاميرا ويب كام. برنامج جميل رائع احترافي يعني حقيقة. هنا لمونتاج فيديو، للعمل على فيديو، هنا للتصوير من الويب كام، كابتشر فروم كاميرا كما نرى، افيس فيديو ريكورد يفتح معنا. هكذا يعني تضبط الإعدادات وتبدأ الصور. وهنا إذا أردنا تصوير الشاشة نضغط على Capture Screen، ستجد كافة روابط هذه البرامج في وصف الفيديو. هنا الاختيار نافذة يعني تصويرها طول الفيديو كله. هكذا مثلا اختيار أي نافذة تريد، مثلا لا تريد إظهار بعض من الشاشة، تضبطها يدويا او فول سكرين. هنا لتصوير صورة، هنا لنافذة او استشعار نافذة وتصويرها وغير ذلك من اختيارات المتاحة. هكذا يعني سوف أضع فول سكرين لصور الشاشة كاملة. وهنا لضبط بعض الأمور كمكان تصدير الفيديو، وهنا نوعية الفيديو أو صيغة الفيديو FLV أو WMV أو AVI. هنا للماوس أيضا دائرة أو يعني شكل الماوس، هنا عند الضغط على الماوس ماذا يظهر، يعني لون
مربى أو غير ذلك، اختيارات فقط ثانوية. إذا أردت التصوير تضغط على Start Capture، Start Capture وتبدأ بالتصوير وتختفي النافذة، وعند التصوير تضغط على أغلق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اشتركوا بالقناة ليصلكم جديد حلقاتنا.